احنا بنزعل معاك راجل راجل من ضمن بلد الهلم صرص بس بالله ملاليم دي مأسفة نلعب بالله ملاليم بنطلع بالله ملاليم نعيش ازاي احنا بقى لكن سواق يعني ادى الهيئة حقها بما فيه الكفاية ونجي نطلع ما ملاليش فلوس ويا ما اشتغل سواق لما طفح وشاف القرب بره وشاف القرب في كل مكان بنجي نطلع ما ملاليش حاجة وما يجي يدعم ملاليش حقية ليه كده ليه 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 عشان ايه يعني المصلحة مين لمصلحة كلب قاعد فوق حسب الله نعم الوكيل في كل بلاد حسب الله نعم الوكيل على فكرة أسباسم ده على فجأة انت أساس لو تبع الأخبار الرجل ده تصوره في الأخبار قبلنا كلنا قبلنا كلنا ما تصورنا قبل كده هو ده أهم ما بجرش المظلة احنا تصورنا قبل كده يعملوا أستاذ الصورة تغني عن أي حديث مش محتاج مننا حديث أستاذ الصورة تغني ابنه الصورة تغني عن أي حديث أدي عامل هيئة النلعة وأنا أنا بس اللي في الهيئة ما أنا لا لا يا عم محمد أنا فين وفين حواليك بن الصورة يا محمد ربنا يشفيك يا محمد كلنا وفين حواليك يا محمد بن الصورة كلنا حواليك أدي مثل بسيط يا أستاذ باسم فات النلعة سواق سواق مش عامل قاعد بيكتب ولا حاجة لسواق نطلع ناخد ملاليم فين بقى الراجل ده كان بيشيل بني آدمين فضل يخدم في ناس سنين ولما تعب اهو عظم الله اكبر اعمل ايه ولدك اطلع على التامين والتامين هيدينا ايه التامين يا جدعان قول لي راجل زي ده يلف ازاي ويروح هنا والتامين تامين ايه هيدينا ايه التامين هيديله ايه هيدينا ايه يعني التامين هيديله ايه هيديني ما زماننا طلع لما مفيش مكافاه نهايه خدمه يا استاذ بس الا 5 شهور راجل زي ده بعياله ياخد 5 شهور ازاي ده هيقدر يشتغل بره 5 شهور الهيئه الكافره بنت الكافره كافه خدمه 5 شهور في مكافاه نهايه خدمه على الحرام من ديني كفره كفره كل من موجود مسؤول في دين ام البلد دي الام دي كفره كل العالم والله كفره كل العالم يا اخي وعليا الطلاق من بيتي كفره راجل زي ده 5 شهور من العلاقات شهره 250 جنيه ولا 300 جنيه يعملوا ولو شهره 1000 جنيه 5 شهور ب 5000 جنيه ياكل عياله وكان له بنت عايز يجوزها ولا الكل له حاجه عنده بنت قول لي بالله عليك يا اخي انهي عقل في الدنيا انهي بني ادم عاقل في جمهوريه مصر العربيه والحاجه زي كده انا وسع وسع يا عم من ورايا راجل بس لوحده بعد اذنكم انا في نقطه بس كده يا محمد اللقطه دي يا محمد اذنكم يا جماعه لحظه انا انت تطلع قدام سنه قدام هشتغل ايه ده